عيتا مولاتي جود بوصالك عالعشيق يا ام الغيت قولوا لا لا غيتا مولاتي جود بوصالك عالعشيق يا ام الغيت قولوا لا لا غيتا مولاتي بديت كنغني ام كلثوم اصلا كنغني شي اغنيه وحده اللي عن طريقها اكتشفت الصوت ديالي، ولكن في ديك المده كنت سمعت صوت ام كلثوم وبديت كنغني ام كلثوم منذ البدايه وانا كنغني اغاني ديال ام كلثوم. في الواقع من بديت كنغني بديت كنتعلم غير بوحدي، يعني كنت كنسمع الاغاني عن طريق الراديو وكنت كنحفظ وكنصحح غير بوحدي غير بالاذن ديالي، وكنت كنغني بزاف للناس يعني صحباتي في الليسي في الكوليج. بديت كنغني دائما كنغني في الحفلات ديال اخر السنه ولا في الحفلات المدرسيه، وكنت تلقى اعجاب كبير من طرف اللي كيسمعني، كلشي اللي كيسمعني كان كنلقى اعجاب، وهذاك الاعجاب هو اللي خليني كنستمر ونحفظ. كنت كنحفظ بزاف الاغاني الكونسيرفاتوار ما درتو حتى من بعد، يعني تقريبا حتى المرحله الجامعيه عاد درت الكونسيرفاتوار. اولا باش كيفاش اللقاء ديالي اللي كان مع الملحون كان واحد اللقاء يعني رائع جدا، وكنت معجبه كثير، زعما كان عندي واحد لي ميرفيمون في هذا الاكتشاف ديال التراث العظيم اللي ما كنتش كنعرفه، وبديت كنغني يعني بواحد الحب بواحد العشق. اذا بالنسبه ليا كاع زعما بطبيعه الحال لقيت صعوبات ديجا باش نحفظه، لان ما عنده حتى شي علاقه بالاشياء اللي كنت كنمارسها، لانني مريت من ام كلثوم، مريت الاغنيه الملتزمه، لانني غنيت فوق الشيخ امام وفؤاد نجم في المرحله الجامعيه، دونك شي حاجه ما عندها علاقه ايضا بالتراث المغربي. اذا التراث المغربي جاب واحد المرحله طويله ديال التجارب اللي مريت بها على مستوى الحياه ديالي ولا على مستوى الغناء. فاذا من اكتشفت الملحون كنت منبهره به، وقلت لك لقيت صعوبه في التعلم لانه شي حاجه ما عندها حتى شي علاقه بالغناء الشرقي ابدا، ولكن انا تلمو كنت يعني عاشقه فديك الصعوبه ما كانتش كتبان لي ابدا. تنظن بان هذه مساله عندها علاقه بالثقافه بصفه عامه في المغرب، ماشي فقط بالتراث المغربي. احدى الثقافه عندنا ماشي دايره، زعما ما حنا ماشي كره، حنا في واحد العالم اللي راه حنايا عاد كنهضروا على الكتوبه وعلى الافكار وعلى ما كاينش، زعما ما كاينش نقاش الافكار، ما كاينش نقاش الكتب، ما كاينش. اذا العلاقه بالتراث هي داخله في هذا في الاطار العام ديال العلاقه بالثقافه، لان التراث هو جزء من واحد الثقافه عامه، يعني الى ما كانش اهتمام بالثقافه بصفه عامه ما نهتموش بالتراث، لانه جزء التراث جزء من الثقافه العامه، حيت التراث ماشي شي حاجه دازت وصافي، التراث هو حي فينا وحنا كنحيو به وكيحيا بينا، وما يمكنناش نكونوا عايشين في واحد العصر حاليا ونكونوا منقطعين على على على, 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 على الابداعات ديال الناس جدودنا اللي بدعوه شي حاجه زوينه، وما يمكنليناش نبدعوا شي حاجه جديده الا ما تشبعناش بالتراث الجميل اللي عندنا، يعني نكونوا نخلقوا واحد الابداع بطار يعني لقيط ما عندوش علاقه بالواقع ديالو وما يعجب حتى شي حد، ما يعجب لا الواقع اللي فيه هو وما يعجبش الناس في الخارج ولا في الداخل. اما التراث بانه متجدر وبانه تخلقوه الناس اللي كانوا متشبعين بالثقافه ديالهم ديال ذاك الوقت وبالثقافه العامه اللي كانت في العالم في ذلك الوقت، فهو لحد الساعة كيلقي واحد الإعجاب منقطع النظير في أي مكان. تغني في قصيدة الملحون غنيتيها في أمريكا ولا غنيتيها في كندا ولا غنيتيها في ألمانيا، ديك القوة ديال الإبداع ديالها والصدق ديال الإبداع ديالها كتخاطب الآخر وخا هو كاع ما كيفهم الكلمات. فإذا ما يمكنناش نعيشوا بدون تراث. الميدان الفني انا موجوده لانني انا ابدع وموجوده بالفعل، يعني كنخلق
ودائما عندي ألبومات كتخرج في السوق، والناس اللي تعرفوا راهم متبعين. يعني آخر ما درت هو الألبوم اللي درت مع ناباتوف. عندي مجموعة ديال الأنشطة مهمة جدا، ولكن ماشي هذا غياب ديالي، هو تغييب من يعني تغييب في الإعلام. أما في الواقع في الميدان أنا موجودة، ولكن هو تغييب في الإعلام فقط. هو ده كيدخل في المسألة اللي قلت لك قبيلة ديال أنما غياب الثقافة بصفة عامة في الميدان، يعني في الميدان الإعلامي. تنظن بأن علاقة البيع هي عندها علاقة بالدعاية، بحال الشامبوان، بحال دونك الناس كيعرفوا التيد، حيت التيد ندير عليه الدعايه بزاف. كذلك الاغاني، كاع الاغاني مثلا دابا اللي كيستهلكوا اللي كنشوفوا تنقولوا بان الناس كيبغوا هذا الشيء، هي الناس ماشي كيبغوا هذا الشيء، الناس هاد الاغاني كدير لهم الدعايه باش الناس كيستهلكوهم. اذا المساله عندها علاقه بالدعايه، واي حاجه دارت لها الدعايه كتباع اكثر. ماكدونالد كيتباع في العالم اكثر لان عنده الدعايه هو اكثر. اذا اي مساله ان برودوي ولا ببليسيتي اللي كدير ليه. بالنسبه لي انا شخصيا، مني خرج الشريط الاول ديالي والثاني والثالث لان كانت مواكبه اعلاميه، يعني في اعلام السمع البصري، ماشي فقط الشرائط ديالي اللي تباعت، بل حتى الناس اللي جاوا من بعد وبداو تيغنيو نفس الشيء، بداو مجموعه لي كاسيت كيخرجوا كيطبعوا كيخرجوا كتخرجوا مجموعه ديال الشرائط ديال الملحون. مام هادوك اللي كانوا ميتين اللي ما كانوش كيطبعوا لهم تماما، طبعوا لهم الشرائط ديالهم. ولكن من ما تتكونش دعايه وما كيكونش انسان ما كاينش يعني في المجال السمع البصري، بطبيعه الحال الناس خصهم يتفكروا، خصك تفكرهم باش. ولكن هذا ما تيعنيش بان الشرائط ديالي انها موجوده وبان الناس اللي كيقلبوا عليها كيلقاوها، والناس اللي كيتبعوني راهم تيجيو للسهرات ديالي، راه تيعرفوا دائما الحمد لله السهرات ديالي تيكون فيهم واحد الجمهور وتيكونوا ناجحين وتكون عندهم مواكبه من ناحيه اعلاميه من ناحيه الصحافه المكتوبه. انا من الناس اللي ماشي ما كنقولش بانني غنجددوا وغنطوروا، ولكن غنقول بان انني انا كتورية مثلا ولا اي مغربي كيعيش في العصر الحاضر، بانه اولا بما انه كيعيش في العصر الحاضر فهو لازم انه خيصو يسمع موسيقى العصر الحاضر. إذن أنا واحد الإنسانة ماشي فقط كنقنع بما أسمعه في المغرب ولا في العالم العربي، بل أنا كنسمع جميع موسيقى العالم، وكنسمع موسيقى ديال أمريكا، وكنسمع موسيقى ديال أوروبا، ما هو قديم وما هو جديد. فإذا أنا إذا تشبعت بهذا بعصري بالأفكار، ماشي على الموسيقى، حتى في ميدان الفكر وفي ميدان الثقافة وفي ميدان الآداب، إذا كنت متشبعة بالعصر ديالي، فان لابور ديالي يعني تعاملي مع التراث غيكون مغاير لواحد الانسان اللي مثلا زاد في واحد البيئه تقليديه، وهو يعني عنده واحد الثقافه محدوده، وممكن تكون عنده ثقافه تقليديه، يعني بقى في الاطار التقليدي، بقى يعني الاطار التقليدي يعني في اطار المغرب ما قبل القرن العشرين. فاذا ماشي بغى يكون بحال المبدع اللي خلق التراث في القرن التاسع عشر ولا في الثامن عشر ولا اي خالق التراث في القرون الاخرى، لان هذاك كان متشبع بالثقافه ديال العصر ديالو. اما داك السيد اللي دابا عايش في واحد الاطار تقليدي وما كيتطورش، فهو يعني كان كما كنقولوا كونت اون ايفولي با اون ريكول، مني ما كنتقدموش كنتاخروا. اذا غيكون واحد التعامل ديال التراث ديالنا بواحد الطريقه يعني غير صحيه وغير غير سليمه. مهم هذا السؤال اللي طرحتي باش نوضح لمجموعه ديال الناس هذا اللبس، حيت كاين عندنا هذا اللبس في المغرب. ولو انني ما كنجاوبش مباشره على السؤال، كنجاوب على واحد التصور المغني اللي عندنا في المغرب. مثلا انا المغني زعما هذاك كيغني
بحال دابا الناس اللي يقدروا يسولوك يقول لك ايوا ابار سا كيسكو تو في زعما مع عاده زعما الغناء شنو تديري؟ ورا الغناء راه بزاف ما يدار لحقاش راه عندي تمرين تمرين راه خصك تمرين دائما وبالخصوص الا كنتي كتقلب وكتبحث على الجديد وكتبحث على شي قصائد ولا شي تراث مثلا بحال الاندلسي راني راه شي سنين وانا كنشتغل عليه باش نخرج واحد الالبوم مثلا ولا الملحون عرفتي شحال خدا ليا ديال الوقت ولا الغناء الصوفي راه تيطلب الوقت طويل بحال دابا مثلا غير بالنسبه للملحون غير باش نفهم بزاف الحوايج حتى من ناحيه القصائد الليكسيك يعني الكلمات لان خصك ترجع للصوفيه مثلا انا لقيت راسي في قلب الصوفيه الوغ ما كنتش انا كنعرف تماما هذا التراث الصوفي لانني مشيت باش نقلب على بعض الكلمات وباش نفهم التجربه الصوفيه عند شعراء الملحون اذا هذا الشيء كيطلب واحد الوقت كبير اذا هو واحد العالم يعني شامل فيه كل شيء يعني اذا دخلتي ليه يعني بالقريحه وبالحب وبلا كيوريوزيتي بالفضول المعرفي فراه ما كتساليش وبانك هذاك الشيء كله شي حاجه كديك الحاجه فهمتيني مثلا كتكون انا كنت في الملحون راه مشي استقط في التراث الصوفي مشيت رجعت للتراث الصوفي غرقت عاوتاني غرقت ولكن هذيك انا غرقت عاوتاني باش كنرجع للملحون كنكتشف شي كنكتشف شي شعراء عظيمين في التراث المغربي اللي كاتبين بالدارجه المغربيه رائعه قصائد صوفيه اكتشفت شعراء عظيمين بحال جلال الحقيقي ما كنتش كنعرفو مثلا ولا احمد الحراق عن طريق القراءه التاديبيه مثلا الملحون الادبيه الصوفيه والصوفيه ادات بيا باش نقرا قراءه اخرى شعر الملحون لان ما يمكنناش بحال دابا مثلا الغيتا راه كل واحد كيسمع غيتا ولكن غيتا اللي كنتي قارئ كنتي يعني مطلع على الصوفيه ولا غتشوف غيتا بواحد الشكل اخر لان هناك درجات للقراءه انا ديجا غنيت ليه واحد حيت حنا كنا في واحد المجموعه غنائيه في من بعد المرحله الطلابيه كنا درنا واحد المجموعه سميتها مجموعه الشعله وكنا غنينا قطعه بنمسيك مثلا شمس بنمسيك كنا تلحنات هذه القطعه بواحد الطريقه جديده تجريبيه وكنت غنيت مع المجموعه هذه القطعه هذه ولكن المشكل ديال غناء قصائدنا عبد الله زريقه بطبيعه الحال يشرفوني ونكون فرحانه انني نغني هذه القصائد الواقع هذا السؤال خصك تطرحوا عليه هو ماشي انا ماشي انا ولكن ما تنظنش لان احنا متكاملين لان شعر عبد الرزاق كذلك هو يعني كاتب وشاعر وشاعر قبل ان يكون كاتب اذا احنا متكاملين بزاف واصدقاء وكنسافروا حتى هو كيسافر وانا كنسافر من جهتي هو كيسافر من جهته ولا كنسافروا جوج مثلا ايضا عندنا بعض الحفلات اللي كيكون فيها شعر وغناء اذا ما لا ما عندناش مشكل ابدا انا مثلا تعجبني بزاف الهاروشي تامر الهاروشي كيعجبني الطريقه ديالو ديال الغناء لانه يعني واحد الصوت ماشي جميل ماشي قضيه جميل ولا غير جميل ولكن صوت يعني فيه حرقه دونك انا كيعجبني دائما الاداء اللي فيه الحرقه لان هذيك كيمكن اي واحد ماشي اي واحد ولكن كيمكن الناس بزاف يغنيوا القصائد ديال الملحون بطريقه او باخرى ولكن الملحون واحد شعر حارق والصوت اللي فيه حرقه كيعبر على الملحون وبالنسبه لي انا يعني تامر هاروشي من الناس اللي كتصنت لهم بزاف شكرا لك وشكرا لأنوار ميديا على هذه الاستضافه ديالها ولا الى فرصه اخرى ان شاء الله